السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة في الفيديو ده هنكمل الانام بتاع الجونيلا الحريمي. يلا، انت طولت الورقة لزقتي فيها الحتة التانية زي ما عملناها في الخلف بالظبط عشان تكفي معايا طول الجونيلا. هنبتدي ناخد خط رأسي وخط افقي برضو زي اللي عملناه في الخلف بتاع الجونيلا. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، احنا بناخد عرض البطرون اللي هو ربع دوران الجنب. انا عندي دوران الجنب 120، ربع 30، وبنعمل المستطيل بتاعنا. يمكن هو اسهل حاجه في البطرونات الحريمي يا جماعه هي الجونيلا، وسهله في شغلها وسهله في كل حاجه. ان شاء الله ان شاء الله تبقى سهله عليكم. هناخد طول الجونيلا برضو ونقفل المستطيل. لو في اي حاجه يا حبايبي مش واضحه عليكم يا ريت تقولوا لي في التعليقات، وانا ما عنديش مانع خالص ان انا اعدلكم ونعمل حتى لو فيديو تاني مش مشكله، بس اهم حاجه تكون المعلومه وصلت لكم كامله. اخدنا كل الجنينه كده، هبتدي انزل على خط الجنب ده طول الجنب اللي هو 20 سنتي عندي هنا، وبحط نقطة. وال5 سنتي اللي اتفقنا عليهم بتاع تقسيم الوسط من هنا على خط الوسط، وبوصلهم بالريجة. قلنا بنطلع هنا 1.5 سنتي، وبننزل هنا 1 سنتي او 0.5 سنتي. ده الراحة البطن بوصلها كده اهو. كده ده مقدار الوسط. وباخد الوسط بتاع الديل، هنضيف 23 سنتي زي ما ضفنا في الخلف بالظبط، وابتدي اوصل من نقطة الجنب للديل على زي ما احنا موسعين. ونفس الخطوة المهمة اللي قلنا عليها في الفيديو اللي فات، ان انا باجي بقيس الطول من نقطة الجنب لنهاية الجونيلا اللي هو 74 دلوقتي بعد ما شلنا منهم طول الجنب، باخده على الخط المايل اللي وسعت بيه على اساس ان الجونيلا ما تبقاش ساقطة من الجناب، يبقى طول الديل كله واحد، ما تبقاش مرفوعة من جنب ونازلة من جنب. كده يا حبايبي
يبقى بطرون جونيلة الامام للجونيلا. ده كده ان شاء الله بطرون الامام كده خلص. ان شاء الله هنشرح البطرون وهنقصه سوا مع بعض الجونيلا في الفيديو الجاي. بس يا رب يا رب تكون المعلومه وصلت لكم كامله. وزي ما احنا قلنا المسافه دي اللي هي ال 20 سنتي بتاع طول الجنب، وهنا ربع الوسط لو مفيش بنس او تشريب هنا، يا اما بدخل هنا حوالي 5 سنتي وابتدي اكمل باخد هنا الباقي تشريب، او 4 سنتي 3 سنتي. وفي ناس مش عايزه تشريب خالص فبتاخد مش عايزه تقسيم خالص فبتشرب ده كله. لكن احنا هنا في الحاله دي احنا عايزين يا دوب تشريبه خفيفه في الوسط. يا رب يكون الفيديو كان خفيف على قلبكم وما كنتش تعبتكم في ان انتوا توصلوا معايا المعلومه بسهوله. بتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.